أهلا بكم مشاهدينا في لايف والذي نناقش فيه لهذا اليوم. المسرح في ليبيا حراك من غير إمكانات. أهلا بك. أعطني مسرحا أعطيك شعبا، عنوان اخترنا له أن يكون في حلقة لايف لهذا اليوم التي سنفتتح فيها معكم أحد أهم الملفات الثقافية والفنية في ليبيا. المسرح هو أبو الفنون وأستاذ الشعوب كما يقولون، فهل نجح إلى حد كبير في ليبيا واستطاع أن ينهض من بين ركام الفوضى والتأثير في شرائح المجتمع المختلفة؟ ما هي الرسالة والدور الذي يؤديه أستاذ الشعوب في البلاد في عملية البحث عن المكان والزمان والنص والجمهور؟ نفتح بابا من تساؤلات عن مدى إمكانية المسرح في الخروج من هذه الدوامة التي تدور فيها ليبيا منذ سنوات، وكذلك ما هي الإمكانيات التي توفرت للمسرح والممثل المسرحي حتى يؤدوا الغرض المناط بهم في تثقيف الناس وجعل خشبة المسرح قاعدة من قواعد التغيير إلى الأفضل. أيضا نظرة المجتمع للمسرح الذي يعد من أعظم الفنون ومن الدعائم التي ترتكز عليها الدول في بناء حضاراتها. نشاهد وإياكم مشاهدينا الكرام جانبا من مسرحية الأقنعة التي عرضت على خشبة المسرح الوطني في مدينة مصراتة وقدمها مجموعة من الشباب في المدينة. مسرحية جاءت ضمن اختتام الورشة التدريبية المسرحية المعنونة بدورة الفنان الراحل المبروك المجعوك، ومن ثم نعود لمناقشة هذا الفن العريق والسامي مع عدد من الضيوف المختصين بالمسرح، الفنانين والمخرجين والنقاد أيضا. يتهمونني بتسلق سور القصر مولاي. المجرم الخائن، الموت للمجرم الخائن، المجد والخلود لمولانا السلطان. واهتناموا بهدوء وتأكدوا. كانت هذه مشاهد من مسرحية الأقنعة التي عرضت في مدينة مصراتة. ينضم إلينا الفنان أنور التير مدير المسرح الوطني بمدينة مصراتة. سيد أنور نرحب بك معنا في لايف، لعلك يعني تابعت المسرح في ليبيا، كذلك النتاج المسرحي ليس في مصراتة فقط وإنما في عموم ليبيا، كيف تصف قوة المسرح الآن في هذه السنوات الأخيرة؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم والأساسي في صناعة الشارع الليبي وتطويره بذائقة للمواطن الليبي في مشاهدة الأعمال ومن ثم تأثير على ثقافته بشكل عام. طبعا المسرح في ليبيا صراحة هو غير مستقر جدا، ولكن في الفترة الأخيرة نلاحظ أن هناك يعني بعض الاهتمام، لا أنسبه صراحة إلى المؤسسات بالدرجة الأولى، ولكن إنما هو لأنهم بعض الفنانين همهم الشاغل المسرح، تجارب صراحة حتى ولو أنها بسيطة ولكنها مهمة جدا في هذه الظروف وما تمر به ليبيا الآن. في الفترة الأخيرة كان هناك مهرجان درنا الزاهرة لا ننساه صراحة، وأقدر وأشكر كل المجهودات الفنانين
الذين اصروا ان يقام المهرجان، وبالفعل اقيم المهرجان رغم كل الظروف، رغم كل الامكانيات، رغم عدم توفر امكانيات انهم يستضيفوا اعمال من مناطق اخرى. صراحه مجهودات كثيره، استعدادات ايضا في مدينه بنغازي الان لعوده المسرح الكوميدي. الهم الكبير ايضا في العاصمه طرابلس، وضياع بعض المقار المسرحيه صراحه، ومن تم سبب كبير في ضياع الممثلين الفنانين في توفر بيئه للاشتغال على المسرح بشكل عام يعني. طيب استاذ انور، خليك معي، نتحول الى سعاد خليل الممثله من مدينه بنغازي. سيده سعاد، نرحب بك معنا في حلقه لايف. خصصنا هذه الحلقه اليوم للفن من ارقى الفنون، وهو استاذ الشعوب المسرح، بعيدا عن السياسه وبمنع عن التجاذبات السياسيه في ليبيا. كنت اتحدث مع الاستاذ انور التير، ويعني تحدث بصفه عن المسرح حاليا، يعني كيف يدار في ليبيا بقلة الإمكانيات، لأنه موجود وأثبت وجوده. بسم الله، والسلام عليكم، ونحيي كل المشاهدين والمستمعين. نعم. نتمنى نكون نقدر نسلط أو نعطي بعض الملاحظات والأطواع لهذه الحوارية القيمة. نعم. ونشكر الأستاذ اللي أنور اللي كان يحكي على مهرجان المذرة الزاهرة، يعني أنا شاركت في هذا المهرجان بعرضين مسرحيين، واحد مع فرقة الشموس المدرج مع الأستاذ أحمد إبراهيم، والثاني مع فرقة المسرح الشعبي مع الأستاذ محمد الصادق. المسرح في ليبيا ينتعش رغم كل الصعوبات، رغم الحروب، رغم الضغوطات النفسية والمادية والاقتصادية، ولكن المسرح يبقى لأنه هو الصوت الحقيقي، هو الصوت الحي، هو الصوت الناضج لكل الإنسانية وكل المجتمعات في العالم، وليس فقط عندنا نحن في ليبيا. يعني أنا نحب نقول إن يعني ممكن بعض الفنانين أو بعض الإدارات المسرحية تجد في الفترة الأخيرة لبعض الأعمال اللي هي مجرد للإضحاك أو لتمضيط بعض الساعات الترفيهية، وهذا طبعاً مقنوط، وأنا لا أشك أن يعني المجتمع أو الناس تحتاج إلى نوعين من المسارح، اللي هو المسرح الضاحك هذا أو المسرح البسيط، وتحتاج أيضاً المسرح الجراد، المسرح الحقيقي، مسرح النخبة، مسرح اللي يتكلم عن قضايا، يتكلم عن مشاعر، يتكلم على المعاناة، يتكلم عن الفرح، يتكلم على كل الشارع النابض اللي تنبض به المدينة. طيب حاليا استاذة سعاد، يعني هل استطاع المسرح ان يؤثر في جمهوره، في المشاهد؟ طبعا طبعا، اذا كان المسرح لا يؤثر في جمهوره يبقى ما فيش داعي للمسرح. معانا النقطة مهمة جدا، انت شنو هو المسرح اللي فيه؟ شنو هي نوعية الأعمال؟ شنو هي نوعية المجال اللي أنت تشتغل عليها؟ فمهم جدا في أنك أنت تأثر في جمهورك، أنك ترتقي بجمهورك، مش أنت تنزل له يعني بالأشياء السمجة والأشياء اللي لا تتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا ومع بيئتنا ومع أخلاقنا، ولكن أنت ترتقي بالجمهور أنه هو يكون جمهور مثقف، جمهور واعي، لأن إحنا حقيقة المسرح زي ما نفهم أنا وزي ما نقرأ فيه أنا وزي ما نعشق أنا لمدة 45 أو 46 سنة، المسرح هو قضية، المسرح هو عقيدة، المسرح هو حالة إنسانية لا تقل على أي وظيفة أخرى، بل أسمى من الوظائف الحقيقية الثانية. فالمسرح إذا كان لم يؤكد في الجمهور ما تشتغل من وجود المسرح. وانت تشوف انت يعني حتى احيانا الاعمال اللي لا تنتقل الى المستوى احيانا تاثر في الجمهور. هنا نكتشف ان لان الجمهور غير المشاهد، الجمهور هو ياخذ في تذكرة عشان يدخل للمسرح، اما كمشاهد فهو يفتح التلفزيون او يفتح الاذاعه المرئيه ومشاهد حاجه عاديه. لذلك المسرح لو ما اثر في الجمهور ما يجي الجمهور يحضر المسرحيات. ونحن هنا مثلا نتكلم مثلا بشكل عام او بشكل خاص عن بنغازي. المسرح موجود ويشاركوا في كل المهرجانات، وانا بكره باذن الله مش الجزائر مش نشارك بعرض مسرحي تشريفي ومكرمه في مدينه الاعراق.
يعني نحن قاعدين نشتغل، نحن حتى بالنسبه لنا زي ما حكيت انت سيدي، نحن بعيدين عن الامور الاخرى، نحن ليبيا وحده، نحن نمثل في ليبيا، لما تحكي البلد نمثل ليبيا بشكل عام، يعني ليبيا في الجزائر، ليبيا في تونس، ليبيا في لبنان، ليبيا في مصر، نحن نشتغل بها، وبعدين الحمد لله نغطوا قدمه في نتائج ايجابيه جدا ومطلوبين في كل وطن العربي الحمد لله. طيب خليك معنا استاذه سعاد، اعود لك استاذه انور تير، الفنانه انور التير. يعني المشي على انور كيف حالك؟ معلش مستقبل منك انت استاذي، المشي على الاستاذ انور وصديقي وزميلي. نعم. انا والله توحشتك والله العظيم. وصلت امسيتك الاستاذ انور التير، يعني الحلقه يمكن خلوها لنا، او يعني كانت الفكره منها حتى نذكر الساده المشاهدين بان حنجمع هذا الفن، وجمعنا يعني مجموعه من الفنانين والممثلين من مختلف مناطق ليبيا، يعني بحيث انها هي تكون دردشه فيما بين بعضهم وتواصل فيما بين بعضهم على الهواء مباشره، وتقييمهم للمسرح والعمل المسرحي ايضا، والامكانيات اللي مش موجوده ايضا، يعني شنو السلبيات اللي اثرت في طريقه عمل المسرح واداء المسرح، وايضا النص وقدره النص على التاثير في الجمهور وقدره الممثل على التاثير في الجمهور. استاذ انور. نعم. يعني الأستاذ سعاد تمسي عليك، ويعني في يعني بادرة ممكن خلينا نقول أن عبر الهواء على الهواء مباشرة أن هي تكون بادرة طيبة، وكنا حنحكوا لك يعني على الإمكانيات في المسرح، إمكانيات يعني هو استطاع إلى حد كبير أن يؤثر في الجمهور كما قالت السيدة سعاد، لكن يعني هذا في ظل غياب الامكانيات، في حالة وجود امكانيات يعني شنو يقدر يقدم المسرح اكثر؟ طبعا بداية احيي فنانتنا الرائعة، الفنانة المثقفة، الفنانة الحقيقية، الفنانة سعاد خليل، وجميل جدا يعني انا سعيد جدا طالما اني سمعت ان فكرة هالحلقة هذه هي بادرة منها هي، فهذا شيء مش غريب على اي فنان حقيقي، وانا اعني كلمه فنان حقيقي هو الشرط الاساسي اخوي محمد لما توفر الامكانيات، الامكانيات رأيي هي ماهيش مشكله واجد في ضمن المسرح بالذات، يعني المسرح بالذات ده يحتاج الى بالدرجه الاولى الى فنانين مؤمنين حقيقه بالحركه المسرحيه وتاثيرها في الشارع، الشخص المسؤول او حتى الداعم للمسرح سواء كانت انها جهات خاصه او رجال اعمال او حتى ناس عاديين، عندما يجدوك فنان حقيقي لا تريد ان يعني ما يحسش فيك انك انت تنصب على حد والله يعني فعلا لما تكون بتدير مسرحيه وتطلب بعض الامكانيات وتحصلها ويشوفوا تظهر هذه الاعمال اللي انت طلبت فيها فلوس او دعم او باي شكل من الاشكال انها هي فعلا اثرت في الشارع، اتاكد ان الناس مش حتقصر معاك، والمسؤول بالذات حيتحشم على وجهه وحيضطر انه يوقف معك لانه شاف فعلا واقع حقيقي وملموس من المسرح ومن المسرحيين. ولكن طيب المشكله الاكبر ليش استاذ انور هو يعني نحن الفنانين صراحه هو السؤال هنا، يعني ليش المسرح الى حد الان ما فيش من يدعمه؟ يعني دائما ما نشوف انها هي كانت مجهودات ذاتيه على الاقل، لكن ما فيش دعم من قبل الجهات المختصه بالتحديد. هو ممكن من اسباب النجاح والابداع في المسرح ان تكونش مدعوم اساسا، لو تحكي عن دعم الدوله بالذات يعني المسرح يعني عاده التجارب الغير مدعومه هي تجارب جميله وكذا، يعني ناهيك اذا كان مدعوم، الدعم هو انه يكون في انشاء مهرجانات كبيره دوليه ومحليه، صح المهرجانات هذه تاسسها وتقيمها الدوله باش تضم مجموعه الاعمال والاجتهادات اللي صارت من الفنانين، ولكن المشكله الكبيره يعني هو لازم نحكوا عليها دور الفنان في هالمرحله هذه بالذات. دور الفنان، دور الفنانين في علاقتهم بعضهم، دور الفنانين في علاقتهم بالمكان بالمسرح، يعني صراحه شغلنا الشاغر الان والحسره اللي تعثر في القلب اللي هي المسرح الوطني طرابلس، وانه كيف الان بدون مقر، يعني من يوم عرفنا المسرح عندنا مش معناها من قديم الفترات ان المسرح الوطني هو مقره في مسرح الكشاف، ولكن يضيع بين اوراق المسؤولين وبين تجاذبات الفنانين، وهذه مشكله كبيره جدا يجب النظر فيها، ويجب تكون وقفه للفنانين وقفه جاده من كل انحاء ليبيا لعوده المسرح الوطني طرابلس، وهو مهم جدا ومحرك اساسي في العاصمه طرابلس،
وبالتالي اثر تاثير كبير على المسرح الليبي ايضا. يعني مثلا المسرح الوطني بالذات سواء كان المسرح الوطني طرابلس ولا المسرح الوطني بنغازي ولا المسرح الوطني سبا ولا المسرح الوطني جدافيا ولا المسرح الوطني درنا ولا المسرح الوطني مصراتة، هذه كلها مسارح تعتبر مسرح مدعوم وهو مسرح الدولة. يعني حتى عندما يشارك في الأعمال أو في المهرجانات المحلية أعمال خارج التقييم أن يعتبر فيها مسرحية مدعومة مصروف عليها ناهيك عن أعمال الفرق الأهلية، ولكن كل هذا غير موجود. المسؤول لم يجد، أنا يقول لك المسؤول لم يجد فنانين حقيقيين، حتى لما تكلم معهم يقول لك أنا ما هو تقول ليش قدرتوا الإجراء هذا ولا ليش أدخل هذا، يقول لك والله هم فنانين هم اللي يجوا وقالوا كذا كذا كذا. فقصدي الموضوع الأساسي المشكلة فينا احنا الفنانين أخوي محمد، ولو اتحد الفنانين أنا نقول بالدرجة الأولى المفروض الآن شغل الشاغر الفنانين حاجتين، الأولى أنهم يساهموا في إصلاح الشرخ الاجتماعي لفائق في ليبيا، والحاجة الثانية أنهم يجب أن يسعوا كل فنانين ليبيا لتأسيس نقابة للفنانين تبدأ من فروع المدن وتنتهي بنقابة على مستوى ليبيا. هذه مهمة جدا تحل كل المشاكل وكل المعضلات سواء كانت على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي داخل الدولة. نعم خليك معي أنور، أنت تحدثت أيضا على نقطة مهمة، والمسرح الوطني في طرابلس ويعاني أيضا، يعني لحد الآن ما شفناش مسرح معقول يؤدي الغرض المطلوب منه في مدينة طرابلس، ولعدم وجود الإمكانيات. يمكن بالتحديد سنتحدث هذا في هذا الموضوع مع الأستاذ فتحي كحلول، حيكون معنا إن شاء الله على الهواء مباشرة بعد قليل. لكن أتحول إليك أستاذة سعاد خليل. أستاذة سعاد، إذا كان لديك إضافة في هذه المساحة عن المسرح وما المفترض أن ينقل المسرح للجمهور لكي يؤثر أكثر ويكون فيه رجع صدى أكثر من قبل الجمهور وبالتالي يتفاعل الناس مع ما يمكن أن يقدم المسرح. هو أول يحكي الأستاذ أنور يحكي على الإمكانيات، ويحكي هذه مشكلة قديمة جدا، يعني معنا فيها من فترة طويلة حتى معلش يعني مش من توا. لا يمكن المسرح محارب دائما في إمكانياته دائما أسمحني شيخ، ولكن دي إصرارنا نحن كفنانين وممثلين ونقدم شيء للمجتمع، نحن نشتغلوا حرام قلة الإمكانيات نشتغلوا، لازم في كل شيء ما فيش إمكانيات، في الصحة في التعليم في المسرح في كل المجالات. والمسرح الوطني هذا لأن محسوب على الدولة، المسرح الوطني سواء زي ما قال في درنا ولا في مصراتة ولا في طرابلس، ولكن نحن نشتغلوا على المسرح الأهلي. معلش سيدي شوية. نعم. سلامتك وسامحينا يمكن كان طلعناك في الاجواء البارده، عارفين انها التغطيه مش كويسه، يعني حكوا لي حتى الزملاء وان شاء الله ربي يسلمك. نعم. نعم. أيوة سواء هذه يعني القصة، نحن قاعدين متواجدين وفر إمكانيات نعطوا أكثر، ما وفر إمكانيات نعطوا أكثر، نحن موجودين، نحن كمبدعين وكناس عاشقة للمسرح وحابة هذه المهنة وحابة هذا الشيء ومؤمنة بهذه القضية لقضية المسرح. أهو ديك المسرح في العالم يعانوا من نفس الأشياء إلا المسرح السياسي. ليبيا من يومها ما تدعمش المسرح، من يومها مش من توا من زمان المسارح الآلية تشتغل على روحها، نحن حتى نسافر المهرجانات يبحثوا في التذاكر تحت من جهات ولا يمشوا على حسابهم وكذا. فهذه مشكلة عويصة يعني معالجة معنا من زمان اللي جديدة علينا. هذه النقطة الأستاذ أنور عارفها كويس. ونحن في خضم على المناخ اللي قاعدين فيه نشتغل وشو ما بنديره. ما عندناش حل يعني. نحكي طلبنا تكلمنا دوري نادرنا ما فيش حتى المسارح يبقى إعادة تأهيل. يبقوا دورات، يبقوا أكاديميات، يبقوا كليات، يبقوا أقسام في الجامعات، يبقوا ما فيش الحكاية هذه، ما فيش خصوصا نحن عندنا هناك بنغازي ما فيش أي حاجة تضعف المطر حتى علميا، بنفس ماديا يعني حتى علميا ثقافيا بيئيا اجتماعيا ما فيش. فأنت كيف طالب أنت تو المسرح المدير كويس الناس اللي ما فيش تقول وتتطلع في جمهور وتعايش معاه وتقدم في عروض وتجيب في نتائج وتجيب في مهرجانات ونحن لو عايز نحن نقول لو المسرح الليبي عمره فوق ال 100 سنه توا. اها.
طيب مش جديد يعني النطق الليبي، احنا مش لازم نتعلمه، لا غلط، احنا تزاولنا هذه الفقره، احنا حاليا مختلفين مع قضايا المفترض الدوله تنظره. للاسف الشديد انا اقولها على المدى المعروفيه، ان ما فيش مسؤول جاء بحق الثقافه او قضاء الاعياد وحكم مطرح ما يفهمش. اذا كان شوفوا عمرنا نحن كان في حياتنا كلها بلاطه المهرجان ولا احداث المهرجان الوطني. شوف من خمسه التئاتر في المطرح ما نجيش نقول من 28 خلينا ناخذ من السبعينات احداث المهرجان الوطني والمهرجانات الاخرى هذه متجاوزه خمسه ولا سته. معقوله هالفتره الزمنيه هذه كلها ما فيش حتى مهرجانات؟ المهرجان بالعكس صلاحاته هو داعم للفنان، داعم للفرق المسرحيه حتى معنويا مش بالضروره ماديا، يخليهم يشتغلوا يخليهم يحسوا ارواحهم يطوروا انفسهم. ما فيش مكتبات مسرحيه، حتى مكتبات في المسرح ما فيش. يعني المسرح يستقر بمكتبه ان الفنان يثقف نفسه. تعال يبني اي واحد من الناس معدودين يحاول يطوروا انفسهم ولا يقروا ما يحكيها حتى على المسرح الجديد او المسرح في العالم ابتدى او المسرح الاغريقي او مسرحنا نحن يا سيدي. خلينا ما نبي، خلينا اشياء مطلوب كلنا يكون عندنا بها ايمان. الدولة فعلا هي اللي ساهمت في هذا التدني اللي نحن نحكوا عليه، ورغم هذا كلنا نحن ما زلنا نشتغل وما زلنا نحاول وما زلنا نقاوموا لدرجة إن شاء الله ربي يعيننا ونحن نوفق إن نحن نقدم شيء ونقنع الناس باللي نحن نديره في اليوم. نعم نعم. وحتى الناس اللي أصبحت تردد على المسارح للأسف الشديد يعني كلمة مهمة. أصبحوا شيء من أجل إن هم فقط إن يمشي وابط إن هو يطلع إن هو يمشي. وبعدين النقطة الأخرى أصبح الفنانين الأغلبية كلها تلتجئ إلى التلفزيون. بدا حتى المطرح تقل فيه الحركه تقل فيه الناس المبدعين الحقيقيين كلهم يمشون التلفزيون لان التلفزيون فيه فلوس وفيه شهره وفيه ظهور وهذا جانب مهم حتى هو يعني هو اكثر عدو توحيديا للمطرح هو التلفزيون. لكن في نفس الوقت هو المسرح هو القاعده الاساس لكل شيء استاذ سعاد يعني. طبعا المطرح هو القاعده هو الاساس هو الحقيقه هو الديمقراطيه الحقيقيه اللي تتمارس فيها القصبه. وتتواجه في كلامك للناس للمتلقي قدام العالم على الملا. انا عاشقة مسرح، انا عاشقة مسرح ومهمومة مسرح. ونتكلم من قهري عليه، نتكلم من الظلم اللي جاء ساري عليه يعني فترة تغيب 50 سنة ونحن نعاني. أنت ليش مهرجان قرطاج ولا ما فيش فرقة ليبية شاركة؟ مهرجان الهيئة العربية حاليا ما فيش فرقة ليبية شاركة، ليش؟ لأن حتى الفرقة أنت اللي بتشتغل وتدير عمل والعمل كويس يحتاج إمكانيات العمل، يحتاج مكملات، أنت ما عندكش من تجيبها، تضطر تشتري من عندك والسيولة ما فيش، يعني في ظروف والله العظيم أنا نحكي لك. اشتغلت عمل مسرحي مع الأستاذ أحمد إبراهيم مكان مع الزهائن وبنت عقد العمل هذا يا أنور، والله العظيم أحمد يصرف من جيبه على العمل. يعني لدرجة أنه مش لاقيين فضيحة بكر عيب عيب. ولا مدير مسؤول ولا دين واحد حتى تقول له لك شنو حتى ما عرفت ما يستقبلكش ولا يحكي لك. انت ما تقدمش في حاجه غير حكمت. انا ما نديش ازود يعني انا ما نديش فلوس انا ولا نقي ولا كذا. نحن الديموكراسي مداريات على المسرحيه مكملات اضاءه ديكور. كيف تدير انت العمل هذا؟ كيف تتصور؟ حتى التطوير لازم يبني واحد يصور وتعطيه فلوس المصور. وانت ما عندكش اراده ولا عندك دخل ولا عندك داعم ولا يعني نعم. هذه إشكالية نحن نعالجها من القاعدة ما نجيش أنا نسوهم بنفسي. نعم. طيب طيب إن شاء الله تكون رسالتك وصلت أستاذة. إن شاء الله تكون رسالتك وصلت. هم حيكونوا معنا ضيوف ممثلين وفنانين في هذه الحلقة. أشكرك جزيل الشكر أستاذة سعاد. الشباب يقول بأن الفنان فتحي كحلول الممثل ومدير السابق للمسرح الوطني انضم إلينا موجود في الانتظار من فترة ونعتذر إذا كان عطلنا عليك. أستاذ فتحي مساء الخير. أهلا بك ومساء الخير وأهلا بك وأهلا بالإخوة المشاهدين والمستمعين وبكل المشتركين وبكل أطياف 218. نعم نرحب بك معنا في حلقة لايف خصصناها للمسرح اليوم بعيد عن السياسة. ما فيش ولا سياسة اليوم في حلقة لايف وإنما للمسرح اللي يعد هو الأساس والقاعدة الأبرز في تربية وتثقيف المجتمعات وهو القاعدة اللي يعني شفنا من خلالها الدول الان متحضره خلينا نقول يعني صحيح. لكن السؤال هو يعني في طرابلس بالتحديد خشبه المسرح ليش ما لهاش حضور
يعني زي المناطق الأخرى خلينا نقوله؟ والله طبعا أنت عارف المسرح هو مساحة من الحرية وقبول الرأي والرأي الآخر، فهل نحن في هذه الوضعية؟ فهل نحن من عشاق الحرية؟ هل نحن نحب الصراحة؟ هل نحن نحب أن تحمل أسرتك وتمشي بأمان تشاهد المسرح أنت وأطفالك وأسرتك؟ حقيقة هذا كله ما هوش موجود. والمسرح يعاني من حالة تراجع كبيرة جدا جدا، وإن كانت ما بين الحين والحين هنالك ومضات كما حدث المدة الأخيرة في مدينة مصراتة على يد الفنان أنور التير مشكورا، ومع شباب مصراتة الذي قالوا على أنفسهم إلا أن يكونوا ويعلنوا صراحة بأنهم من عشاق المسرح. حقيقة يجب إعادة إمكانية التفكير الجدي فيما آل إليه وضعنا الثقافي خصوصا في السنوات الأخيرة. ليس الثقافة بمعناها الاستهلاكي، ولكن بمعناها الإبداعي، لأن جهود كل المبدعين في مجالات عديدة، وهو غياب الآن يعتبر متمثل غياب فعلي في محيطنا الليبي وفي طبيعتنا وفي واقعنا. حقيقة المسرح يحتاج إلى يد المساعدة، ويحتاج إلى ضم وإرجاع المنظومة الفنية والمنظومة البشرية والمنظومة الأخلاقية لكي يعود المسرح أفضل مما كان عليه. حقيقة أنه موضوع شائك الموضوع هذا لما نتكلم فيه، لأنه يحتاج إلى إمكانيات ويحتاج إلى دور عرض، ونحن اغتمنا حتى دور العرض واستولينا عليها وحملناها وأصبحت محلات الهمبورغة وبيع السجائر وبيع المشروبات، ولم يعد هنالك صلاة للعرض، ولم يعد هنالك صلاة لعرض السينما، ولم يعد كذا. ومن يدخل الصالة مسرحية وهو آمن؟ حقيقة هنالك فوضى وهنالك تخريب كبير جدا، وإن كان أمننا في الله سبحانه وتعالى وفي الناس الوطنيين بأنهم هم ليش السبب أستاذ فتحي يقفوا صفا واحدا من أجل يعني هذه الترهات. يعني أنت تحكي على الميديا ككل ولا أستاذ فتحي تتكلم عليه؟ هو مجموعة من الفرق الآن أصبحت مندثرة، وكل منا رجع إلى بيته وإلى بياته الشتوي وبياته الصيفي أيضا، ولم يعد هنالك لا مسرحيون لا مسرحيات للأسف، رغم أن هنالك تجارب بين الحين والآخر يعلن عنها، وهي خطوات مباركة ولكنها بشكل مستمر وبشكل متواصل لكي أنت تبني على هذه الحركة حركة أخرى وإضافة إبداعية أخرى باعتبار المسرح متجدد ومتطور. نعم أستاذ فتحي، إذا كنت تسمعني جيدا، يعني أنت تحدثت عن أيوة يعني الناس ما تقدرش تطلع من هي تحضر مسرح، هذا موجود في طرابلس والله حتى في مدن أخرى، يعني ما فيش العملية ما تقدرش تمشي وهي مطمئنة. أنا مولود أنا موجود في مدينة طرابلس، لكن يبدو لي مدام مدينة طرابلس بهذا الشكل يعني حتى الأخرى هي ما قريبة من هذا اللون قريبة من هذا اللون. يعني ليش ما فيش قبول مثلا للمسرح في طرابلس؟ لا يعني قبول خطير جدا، لكن الناس تخاف الناس تخاف أن تجي المسرح وتجيب عائلتها وتجيب أطفالها. بس تخاف كيف ما تخافش؟ هو مواطن طالع من الصبح ويرجع في الليل بخاف على نفسه بخاف على روحه، يعني شيء غريب، قصة واضحة. لكن نحن نتكلم كمسرح وكأداة فاعلة يجب أن يتواجد وأن يقوم بدورة. طيب أستاذ فتحي، يعني في جميلة يتطلب ذلك في مقرين في طرابلس
استفتحي. في نوعية المضمون وفي وفي نوعية الشكل المسرحي وفي تكاتف الفنانين مع بعضهم وتواجد الفنانين مع بعضهم، يعني لازمنا نعيش مشكل مسرح الكشاف. نعم. مسرح الكشاف لخلاف ما بين الإدارة العامة للكشاف ووزارة الثقافة أو الهيئة العامة للمسرح أو الحكومة، مختلفين على خاطر مبالغ للإيجار. يجب أنهم يعطوا الكشاف هذه الإيجارات، ويجب أن الكشاف أيضا يكون واعي ومتسامح وحركة تنويرية ووطنية تعي دور المسرح ودور الفنانين بأن هي تفتح هذه الأبواب الموصدة للناس، لأنه هو مسرح وحيد موجود في مدينة طرابلس، ألا وهو مسرح الكشاف الذي يضم جميع العروض داخل وخارج المدن الليبية، يستقبل فيها في الحفلات ويستقبل فيها في كذا، ومقرها المسرح الوطني الذي يعتبر الفرقة الوحيدة المحترفة داخل الوطن. هذا مقفل، ناس الفنانين مشردين الآن على بقايا الطرقات جالسين يحتسون في القهوة. هي المقرات يعني تكاد لا تذكر استاذ فتحي، عملية كبيرة جدا جدا جدا. وين بيمشي المواطن حتى تعلن عن مسرحية ما عندكش مكان تقدم فيه عرض لكي يأتي الناس؟ بس اوكي بعض الناس تو يسمع فيه يقول لك اوكي اختاروا بعض الاماكن الاخرى، تختار بعض الاماكن الاخرى هذا عمل شاق. هو اصلا مسرح ما فيش في اي مكان انت تبي تختاره، حتى الذي بنيت في سنوات ماضية هي اماكن للاجتماعات والقاء المحاضرات ولقاءات شعبية وكذا، ليس فيها صفات المسرح اللي ممكن انت تصنع به شغل، خصوصا ونحن الان في عصر التكنولوجيا وعصر الصورة وتطور الصورة وتطور المشهد الدرامي المسرحي. حقيقة يعني يجب ان يقام مؤتمر يدعو لجميع الناس من الفنانين والمهتمين بالمسرح لمناقشة هذه الظروف وهذه المعطيات ووضع الحلول لها والتفاهم ومخاطبة الحكومة لكي تتفاهم وتمشي تخلص إدارة الكشاف على الإيجارات المتراكمة لكي يفتح باب المسرح. طيب خليك معنا السد فتحي. بينضم إلينا أيضا الفنان عز الدين الدويلي الممثل من مدينة شحات. سيد عز الدين نرحب بك معنا في لايف، كيف هي أجواء المسرح الآن يعني خاصة في الأجواء الماطرة؟ مساء الخير ومساء على كل المشاهدين والفنانين الأعزاء، أتشرف أن أتواجد معهم في هذه الحلقة المهمة والساخنة، يعني على حسب ما أفهم وعلى حسب ما أعتقد. نعم. حقيقة أنا حاليا أتحدث إليك وأنا في مسرح الصداقة في شحات، الأجواء الباردة والأجواء الجميلة التي يعني بحق بحاجة إلى أن يكون فيه جمهور ويكون فيه مسرح حقيقي لتقديم فرجة مناسبة. حقيقة الموضوع هذا موضوع كثير مهم، أنا تابعته من البداية لكي تنمي بشكل كثير. صراحة الحل الوحيد الحقيقي لإنقاذ المسرح الليبي اللي هو إطلاق سوق داخلي للمسرح والثقافة دول العالم. يعني نحن بالأخير يعني الأخير بحاجة إلى مسؤول يتحكم في جميع الأمور، وزارة الثقافة يكون رجل مهموم فنان مطبق له علاقة بالفن من أجل تنظيم هذا البيت الداخلي. ليبيا لا ينقصها شيء، ثقافتنا موروثنا الحضاري استطاعتنا ان نقدمه للعالم على بيئه كره البصريه حتكون جميله جدا ومؤثره ايضا. لدينا كل الامكانيات الذهنيه ولكن عندنا كل اداره من اجل. نعم. طيب طيب سيد عز الدين اذا كنت تسمعني. نعم. فقط هو يعني الحديث جل في الحلقة يمكن سمعنا حتى عن قصة الإمكانيات، الإمكانيات مش موجودة مش متوفرة، ولكن أيضا في نفس الوقت يعني الجهود من قبل الممثلين وأيضا المهتمين بمجال المسرح متوفرة واستطاع أنه يشكل مما طفرة من بين هذا الركام الموجود في ليبيا. طبعاً. يعني طبعا وجهة نظر ثانية يعني في الموضوع رغم البؤس للأسف الشديد اللي حاصل في المطرح الليبي، ولكن نحب نأكد على شيء قال أخوي أنور وقال الأستاذ سعاد وأكد عليه الفنان القدير الصفاتي اللي هي التجارب الشخصية للدوار، يعني الفرق تخدم نفسها بنفسها
في ظل عدم وجود اي امكانيه. يعني في 10 سنوات الاخيره كان الرغم ناجح في ليبيا، ولكن المسرح الليبي لم يغيب عن مهرجانات، وكان يحقق في نتائج جميله جدا خارج موجودات شخصيه. ثم ذلك له الدولة استفتت، يعني قدمت هذا الدعم لجميع الأعمال، وطلع متأكد مليون في المليون أن المسرح الليبي هيبقى خارج عن المألوف وحيكون مؤثر. نحب نأكد على كلام الأستاذ إسرار، يعني أيام مرتبة المسرحية تقام الآن بجانبنا، يعني في جميع دول العالم، أفريقيا، آسيا، جميع القارات. حرام كان يدينا اسم حتى فنان ليبي مكرم يعني في الموضوع، يعني ما نبيش نشارك. الهيئة العربية للمسرح أعمال من ثلاثة الدول العربية كلهم يعني بالأكد شديد جدا مش هذا، مع أن نحن المسرح الليبي متجاوز الكامل، لم يتم استحضار أو تقديم مهرجان مسرح وطني إلا 11 مرة، آخر مهرجان كان المهرجان الوطني الحادي عشر أقيم في الجبل الأخضر في 2008، فمنطقة المسرح الليبي تجاوزت 100 عام. يعني اشياء يعني الحديث عن المسرح مؤثر وحزين جدا يعني الحقيقه، ولكن نحب نحيي كل فنان جديد يعني اللي حاليا يخدمه في ظل عدم وجود اي امكانيات فتاتا. يعني بالامس الطريق شفنا متراثه مكتب ثقافه متراثه كان دوره تدريبيه لعدد لا باس به من الممثلين، وكان الاستاذ القدير عبد العزيز الزهيري يعطي تلك الدوره، وخرجت من هذه الدوره بعرض مسرحي جميل جدا، المهرجان دوري الزاهره، نحن في الفتره اللي فاتت كنا في تونس اشتركنا في مهرجان نادر الثاني حققنا فيه انجاز عظيم، يعني الفنان الجديد مش مقصر شيء، خاصه امكانيات بسيطه، الاهتمام به وتقديمه بشكل جميل. طيب عندنا منظومه، عندنا ثقافة، عندنا موروث جميل يمكن تقديمه على تشابك المسارح العالمية أيضا. طيب خليك معنا سيد عز الدين، نعود لأنور التير. أنور ما زلت موجود معنا، يعني قبل ما ننتقل لضيوف الآخرين، سيد أنور هو الأستاذ فتحي يعني في حديث مكري قال أنه يجب أن يكون في مؤتمر بين الفنانين بحيث أنه يتم يعني دعم العملية الفنية المسرحية في مدينة طرابلس بالتحديد، يعني تحدث عن وضع مزري يشهد المسرح في طرابلس. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المشاريع اللي يعني تجهزوا لها الآن أنتم في 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 مدينة مصراتة بالتحديد، وأيضا المشاركات خارج ليبيا. طبعا نتكلم عليها الفنان فتحي كحلول مساء الخير، والفنانة زين زويلي، ونقول له مبارك التفوق اللي فعلا اجتهادات فردية خاصة بشباب المسرح وشرح البال مخرج النشط في أنهم حصل على جائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان نابل بتونس، وهذا شيء جميل جدا ونفتخر به. ولكن فعلا باش نشوفوا مثل هكذا نجاحات يجب أن نوقفوا للمسرح داخل ليبيا بالدرجة الأولى، وكيف نصنع قاعدة أساسية سواء كانت من عناصر للمسرح أو صناعة جمهور للمسرح. ما اللي تكلم عليه الأستاذ فتحي زي ما قال الأستاذ فتحي وأنا ويده، ما لم يتحد الفنانون لن تقوم قائمة للمسرح اللي هي المفروض أنها توجد، وليس بعض النشاطات. وأنا كانت ورش، نحن يعني مثل ورش العمل اللي نقوم فيها الآن بش يبدأ فيه يعني ناس، يعني بدل ما نبدأ نتكلم عن المسرح 15 نفر مسرحة، حنبدو 35، حنبدو 45، حنبدو 200، حنبدو جيش من المسرح بالإضافة إلى الجمهور الدوار المسرح في كل ليبيا. النقطة الثانية، الطاقة الثانية عن المشاريع في المسرح في مسرحة، طبعا كما هو معتاد ومفروض طاق طبيعي أن ورش العمل مستمرة الآن في التنسيق مع خبير محترف من دولة تونس الشقيق لإقامة ورشة عمل في التنكر والمكياج، وأيضا ورشة عمل لفن الإلقاء للشباب اللي خرجوا من الورشتين السابقتين. عندنا طبعا مشروع في مارس 2019 بإذن الله على وهو أيام مسرات المسرحية، إن شاء الله ستكون يضم الأعمال اللي أنتجت 9 أعمال داخل مدينة مسرات، إضافة إلى الأعمال التي تكون وقتها جاهزة من مدن ليبيا. وإن شاء الله بعون الله نستطيع أن نستعد حقيقة لهذا المهرجان. ونعم على الأستاذ فتحي، وهذا نداء من الآن لكل الفنانين، فعلا يجب أن يكون هناك اجتماع أو مؤتمر أو يسمونها كما يسمونها، ينطق فيه الفنانون
يضعون النقاط على الحروف فيما يخص مصير المسرح في ليبيا، سواء كان على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. مهم جدا أن يكون يد أحد، مهم جدا خلق جسم يحمي الفنان ويطلب منها واجباته أيضا أشياء كثيرة، لكن الأساس فيها هو الفنان الليبي. يجب أن يتحدوا ويجب أن يلموا الشتات ويجب أن إصلاح الشرق الاجتماعي كما ذكرت الحاصل في ليبيا، لن يتأتى هذا إلا عن طريق الفن والثقافة والرياضة. نعم نعم. الفنان أنور التير مدير المسرح الوطني مصراتة كنت معنا في حلقة لايف، أشكرك جزيلا الشكر. تحول إليك الفنان فتحي كحلول الممثل والمدير السابق للمسرح الوطني. سيد فتحي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد فتحي كحلول، على كل حال ربما يحاول مع الزملاء، ولكن هو يعني وقت الحلقة ضيق جدا، ونحاول أن نتواصل مع عدد من المخرجين والفنانين أيضا. سيد عز الدين دويلي. نعم نعم تسمع لي، ممكن إذا كنت تشارك فكرة السيد فتحي كحلول عن إقامة مؤتمر بين الممثلين الفنانين ككل لإيجاد مخرج لهذا المأزق اللي حاصل فيه المسرح حاليا. جميل جدا، يعني من أهم الأولويات يعني الذي يفتر بها الفنان الليبي أنه هو يجتمعوا عليه طاولة واحدة. ولكن أنا بدي نرجع إلى موضوع تنظيم البيت الداخلي، يعني نحن في شحات فنانين في مدينة شحات مورينا، يعني على استعداد أن نستقبل المؤتمر الفني الأول أو كذا، يعني بلديتنا يعني ما شاء الله في شحات رغم كل هالظروف تمر بين ليبيا بالكامل، ولكن باستطاعتنا ان ننظم المستقبل اول الفنانين. يعني هذه دعوه مني انا شخصيا وكافة فنانين شحات ان ندعو فنانين ليبيا في لما يترتب الموضوع ان نستقبلوهم في مدينه شحات وضع اسس حقيقيه لمسرح ليبي حقيقي. ولكن نبغى المستقبل بحاجه الى دعم، بحاجه الى رعايه، بحاجه الى يعني مسؤولين حقيقيين، يعني وزراء الثقافه في الحكومتين اللي يدعمونا. نحن حنديروا حتى المهرجان الوطني الثاني عشر، يعني عرض ثاني القصه كلها تنظيم بيت الداخلي الروابط الفنيه. نحن يعني علاقتنا في ليبيا اصبحت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انت درت عرض مصر نجيب لك لايك ونكتب لك التوفيق، وانت تعجبني بنفس الشعور فنان اخر. اصبح الشتات هذا يخلق فيه هو كبيره جدا، يسببنا يعني الاحراج حتى مع المجتمعات الاخرى. دائما ينظروا للمسرح الليبي ان ما زال مسرح الليبي راس المكان، دائما عندهم يعني نظره قاصره نحو المسرح الليبي اللي حقيقه في توافق الامكانيات حيكون مسرح خارق للعالم. مناطنا جغرافيه بلادنا والحضارات اللي تعاقبت على البلاد كفيله بانها تصنع فرجه مسرحيه عالميه صراحه. طيب خليك معي سيد عز الدين. سيد عز الدين انضم لنا سعد حموده الفنان والممثل من مدينة هون. سيد سعد نرحب بك معنا في حلقة لايف لهذا اليوم، على تابعت منذ بداية الحلقة يعني شفت كيف يعني الزملاء الفنانين يعني كيف تناولوا قضية المسرح يعني بصفة عامة، ويشهد يعني نوع من التردي رغم الجهود المبذولة من قبل، جهود ذاتية خلينا نقوله. يعني كيف تصف أنت الآن يعني الجهود المبذولة للمسرح في مدينة هون في الجنوب ككل؟ اهلا وسهلا بك. اهلا بك. انا مستر محمد بكل الاخوه المشاهدين، تحيه طيبه لكل زملائي الذين يتابعوني. انا مشكورين جدا قناه التلفزيون قناه الامريكا على هذا الطرح الجميل عن المسرح. المسرح لا يحتاج الى ساعه او الى ساعه ونصف، يحتاج الى كثير من الاكسنت كيف نظر الاخوه من قبلي الى مؤتمرات الى ملتقيات الى امكانيات. المسرح شيء مهم وخاص في 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 وقتنا الحاضر، يعني في ليبيا حاجه مهمه جدا للناس للمجتمع، من يزيد من تهذيب الناس ومن رفع من قيمهم. عموما المسرح في هون، المسرح في هون طبعا الكثير يقول المسرح في الجنوب، طبعا المسرح في الجنوب احنا 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 في احنا في الوسط، احنا بدايه الجنوب يعني عاتنا من مدينه في الجنوب، ولكن الجنوب طبعا احنا يتبعنا جنوبنا الحبيب. وفي فرقة اثنين، في فرقة سبعة اعتقد هذين الفرقتين، او في فرقة في المبزي او كانت في فرقتين في سبعة لا اعرف. يعني طبعا هذه من ضمن المشاكل اللي نعاني منها دائما، واحد اللي بيحكي تو نحكي عن شحات ونحكي عن فرقة في طرابلس وكذا، ما نعرفش حتى كيف التواصل معها ولا كيف نصفها من قبل المهرجانات
الملتقيات، وهو المسرح في دون من بداية الخمسينات من خلال قرار النادي الأهلي بهم، استمر إلى غاية السبعينات تقريبا قبل حوالي 30 مسرحية، يعني تعتبر مسرحية بسيطة في الزمن وبسيطة في الناس. بعد صار ركود في المسرح بفترة طويلة، ولكن في 96 كنادي الشباب مع مخرج ميراث الأستاذ عدنان الفراد الله يذكره بالخير، وبدينا في إحياء المسرح من جديد. ومن ذلك الوقت حنبرطين يعني واستقينا بكل الناس، وشاركنا في عدة مهرجانات، مهرجان السابع والمهرجان الثاني والمهرجان التاسع، مهرجان الكوميدي التجربة الأولى اللي كانت في بلغازي الثاني مسرح آخر شيء كانت مشاركتنا في الضيفي. ومن تقريبا من 2015 ونحن نحيي في اليوم العالمي للمسرح برعاية فريق كوميديا الرائع، نحن في هذا اليوم بالمسرحية طبعا، إضافة إلى 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 تكريم بعض الرائعين الأول، و يعني حفل بسيط جدا، ولكن ما يهمني هو المسرح، ما تهمني هو المسرحية. نعم. التوصيل السنة هذه في صدد السعوديات المسرحية الجديدة في إن شاء الله في 27/3 عيد المسرح، إن شاء الله نجهز المسرحية للرياضي محمد نصر والدراماتور أحمد إبراهيم من إخراج الأستاذ علي فقران، إن شاء الله حتكون في الموعد في نعم. هو حقيقة يعني قاعدين نحاول مع الأستاذ أحمد إبراهيم الكاتب والمخرج المشهور طبعا في الوسط المسرحي، الأستاذ أحمد إبراهيم كنا الجماعة قاعدين يحاولوا معه، لكن لحد الآن قالوا لي أنا مازال ما تمش التواصل مع الأستاذ أحمد إبراهيم. خليك معنا سيد سعد، يعني هو وقت الحلقة ضيق صراحة. سيد عز الدين الدويلي، يعني قبل ما نختم الحلقة مع الأستاذ سعد حمودة، يعني نود منك إضافة أخرى للمسرح، كيف الرؤية عندكم أنتم كفنانين وممثلين للمسرح، ما الذي يجب أن يكون عليه في ليبيا باختصار؟ في الحقيقة يعني كل ما قاله الزملاء يعني حقيقة كلام يصب في مصلحة المسرح الليبي والثقافة بوجه عام. حقيقة المسرحيين الليبيين بحاجة إلى التفاف، بحاجة إلى وضع خطط مسرحية مستقبلية، يعني من أجل السمو بهذا الفن العريق. الحق نعاود ونبرم ونرد عليه قصة المسؤول، بحاجة إلى مسؤول محقق، بحاجة إذا مسؤول فنان يعي ما هو المسرح ويعي ما هو الأدب والسينما وكافة الفنون. وأعتقد أن الشعوب لا تظهر ولا تبان إلا بمستوى ثقافته، وخاصة ثقافة المسرح. يعني الحقيقة نحن بحاجة ماسة وملحة إلى أن نحط يدينا في يدين بعضنا. وأعتقد أن استحداث أو إقامة المهرجان الوطني 12 للفنون المسرحية حيكون هو اللمة اللي حتاج معشاتات المسرحيين في ليبيا، وذلك بتنظيم من الدولة. يعني حقيقة المهرجان الوطني بالذات أعتقد أنه هو اللمة، هو المكان الجميل اللي حيرجع كل الليبيين بالمسرح، وإن شاء الله رغم كل شيء يحيى المسرح يحيى المسرح. طيب إن شاء الله سداد عز الدين الدويلي الممثل من مدينة شحات كنت معنا في لايف، أشكرك جزيل الشكر. قبل أن نختم الحلقة أستاذ سعد حمودة، إذا كانت لديك إضافة. نعم الليبي ممكن أقول واحد الحمد لله كل الفنانين ما بيصروش في ما يعنيه المسرح، ولكن الأهم اللي أرى الأهم إن وجود نقابة، إعادة تهيئة نقابة خاصة بالمسرحيين فقط، حقيقة ما دخلناش فيها مثلا نقابة الفنانين إذا كان تجمع الفنانين في عدة مجالات، بدناش نسيش في خوف يعني في الموضوع الإداري. يعني لما تجي عندك نقابة حتفهمك في كل شيء، حتى مطالبك وكل الحاجات اللي ذكرتها الأقوى والإمكانيات اللي بيها المسرح عن طريق النقابة، والنقابة هي اللي لها علاقة، نتكلم عنها في البرلمان، نتكلم عنها في نتمنى ونتمنى أن احنا نحظى بإداريين يحب المسرح. لازم الإداريين اللي يكونوا في النقابة يكون فعلا يهب المسرح ويحب المسرح، يعرف شو هي قيمة المسرح اللي تقدمها. نعم. المواطن هذه الاستراتيجية لازم نفهمها
شخصا من المدينة الإسلامية. إن شاء الله خير وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يفرح ثاني بناء سيدي يا رب. نعم شكرا لك أستاذ سعد حمودة الممثل من كنت معنا من مدينة هون. أشكرك جزيل الشكر. كذلك الشكر موصول إلى عز الدين الدويلي الممثل من مدينة شحات، وكذلك الفنان فتحي كحلول الممثل والمدير السابق للمسرح الوطني طرابلس، الأستاذ الفنان أنور التير مدير المسرح الوطني مدينة مصراتة، والأستاذة الفنانة سعاد خليل الممثلة كانت معنا من مدينة بنغازي. كنا نتحدث عن المسرح في حلقة لايف لهذا اليوم. لكم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.